فرحته ومن فرحتي. المدرب طبعا العام لفريق النادي الاهلي مبروك يا كابتن تامر، على زي ما بنقول وعدتوا اوفيتوا ثلاث بطولات، موسم صعب موسم شاق، عندكم سوء توفيق وسوء حظ كبير جدا قابلكم من ناحيه الاصابات ومن ناحيه تلاحم المباريات، حابب تقول في اللحظات المميزه؟ اقول الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، انجاز الحمد لله اشتغلنا له بقالنا سنتين بنشتغل عليه، قدرنا نحصده الحمد لله السنه دي بثلاث بطولات دوري وافريقيا، واخيرا النهارده الحمد لله بفضل ربنا بنفنش ببطوله الكاس. زي ما انت شايف المجهود باين على كل اللعيبه وكل الجهاز، مرينا بضغوط كتير قوي بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك للنادي الاهلي ومبروك الثلاثيه. جهاز فني مميز وفرحة كبيرة كمان مع الكابتن محمد مصلحي وناديته عليه كمان، ده يدل على الترابط الكبير بين الجهاز الفني. اللحظات دي يمكن مؤثرة جدا وبدل ان في حب كبير وده بيفيد الفرقة بشكل كبير يا كابتن تاني. شهادتي مجروحة طبعا في الكابتن محمد مصلحي والكابتن خالد ابو زينة، ان هم قدروا السنة دي يولفوا توليفة جميلة جدا ما بين الجهاز وبعضه. محمد مصلحي انسان انا مش هقدر اديله حقه اكتر من اللي انا اقول، ان هو قادر ان هو يوفق ما بين اللعيبه وما بين الجهاز، الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتجتهد، الراجل ده فعلا بيشتغل للنادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي، والحمد لله انا مش لاقي كلام اكتر من كده ان انا اقوله. والف الف مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهور النادي الاهلي. شكرا شكرا.